السلام عليكم. اليوم كان عيد الميلاد ديال نجلة، خرجنا ضحكنا داكشي. دابا هي دخلت جبت الحوايجها وانا طحت عليا واحد الفكرة وبغيت نبارطاجيها مع الشباب المغربي، هو ماشي مع الشباب كامل، غير هو مع واحد النوع ديال الشباب اللي كاينين بزاف، وتا انا كنت منهم اللي ما خدامينش. ما تدويش على الشباب اللي عندهم ديبلوم دكاتره ومهندسين وداكشي وتوقفوا ويغوتوا بغينا بغينا بغينا. انا تندوي على داك السيد اللي ما قراش، ما سمحت ليش الظروف باش يقرا وياخد دبلومات، ولا داك السيد اللي كان عطيها غير الدوران والنشاط والاخر في القسم وتيحيح وداكشي وهذا، ولكن عنده فرصه باش ينجح. انا غادي نعطيكم واحد المثال بسيط، علاش الناس فاش تيهاجروا لاوروبا تينجحوا في حياتهم او ميم طون تيجي الطوموبيله، المهم ديبانين راسهم، ماشي لا ريشيس لا ريشيس، ميم ديبانين راسهم عايشين واكلين شاربين، عنده طوموبيله، جاي جايب بالهدايا ديالو لي كادو مع ديورهم وداكشي وهذا وهذا. علاش؟ حيت في اوروبا عندهم لي سوميتي مديفلوبين بزاف. سوميتي بحال اش؟ ميكانيسيان، نجار، بناي، قباص، تريسيان، لي كور دو ميتي دوك الصغار. ولكن راه ما يمكنش تعرفوا شحال فيهم ديال الفلوس هذوك لي ميتي. غادي نعطيكم باغ اكزومبل، واحد قرا لاباس عليه، والديه كانوا معاه اونكادراوه، صيفطوه لبرا، قرا في ميريكان، قرا في فرنسا، دخل المغرب، حل الكابيني ديالو، طبيب، دونتيست، اركيتيكت، الخيال، المهم شي حاجه اكثر. ما تنساش بلي داك السيد خاصو ياكل، ما تنساش داك السيد راه شاري طوموبيله واعره، مع الاسف هذيك الطوموبيله تتخسر ليه، يعني شكون اللي غيصايب عليه؟ ميكانيسيان اذا كانت خاسره في الموتور، تريسيان اذا كانت خاسره ما جايش الضو. هذاك السيد اللي 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 قرا وكاف عشت فلوس كسر دي فيلا، شكون اللي خاصو يبنيها ليه؟ البني عاوتاني، التريسيان ديال الدار، القباص، البلومبي، مول القبص، هو القباص سمحوا لي، مول الرخام، مهم لي كور دو ميتي. حنا غادي ناخدو باغ اكزومبل دابا هذاك السيد اللي لاباس عليه خسرات ليه طونوبيله، حيت الميكانيسيان هذا واقع معاه. شحال من مره طوموبيل كتخسر ليك، تدي الميكانيسيان تتحط عليه مع 10 ديال الصباح، ترجع لعندو مع ديك الجوج ولا ديك الثلاثه العشيه، الا ما شراش هو كاع بياسه تيقول لك اخويا راني ريكلتها وداكشي، عندك 200 درهم ولا 300 درهم. 300 درهم زعما اضعف ايمان راه هي 9000 درهم في الشهر. ها هو ولا واحد بحال احسن من شي واحد خدام في البيرو، هذا غير 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 الميكانيسيان. لا ميم شوز تريسيان، اما فاش يشري لي شي بياسة وتجيبها من لافيراي وداك الشيء، المهم قال لي تتبقى بواحد 1700، المهم السيد دخل دارو بواحد 1000 درهم تجيبو، لا ميم شوز. دابا يا دابا غير تكونسونطرا معايا، تهضر مع الشباب اللي ما خدامش وما قاريش، ما تضيعش وقتك في الشرابات ولا في هادي، وتقول انا ما عندي زهار وانا خاصني نحرق وخصني الله يعفو عليا بهاد البلاد وهادي 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 وهادي. اسيدي خذ من وقتك غير واحد العام، اختار لك احسن ورشة ديال 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 الميكانيسيان ولا التريسيان ولا قباص ولا هادو، قولي السلام عليكم الشريف الله يجزيك بخير، انا بغيت نخدم ب 300 درهم للسيمانه. ماشي مشكل فلوس ديك الساعه، راه ماشي مشكل، حيت داج هذيك 300 درهم راك رابحه ومدوز السيمانه كلها وانت خدام وتتسمى عليك خدام. بعد اموا هذيك 300 درهم السيمانه راه المهم تتخرج ديك الاخر السيمانه، هذاك احسن من تبقى جالس
بابا اعطيني، ماما اعطيني، ابا اعطيني، امي اعطيني، وانا يلا ما عندي زار بعد البلاد، الله يعطيني معاكم شي 60 عام ديال الحبس، واو، وهذه وهذه وهذه، فهمتي؟ هذاك اللونجاج كله عارفين. تمشي سيدي عندك السيد، هو فاش يشوفك 300 درهم في السيمانه يقول الله جاب الله واحد الكامبو، غادي نضرب عليه تماره ونصور على ظهره الفلوس، حتى هكا بنادم تيفكر ياك. ولكن انت ما تشوفهاش من هاد الجهه، هذه شوفها من واحد الجهه مقاده، شوف بلي راه هاد السيد راك تيعلمك وتعطيك 300 درهم، فهمتي؟ تتعلم عنده وتتخرج ليه على الماتريال ديالو، تتخرج ليه على القبص ديالو، تتخرج ليه على السلوكه ديالو، تتخرج ليه على الكروات ديالو، وتتخرج ليه على كل شيء، ملي تتعلم وتيدور فيك ويا الحمار يا هادي يا هادي يا هادي يا هادي. ولكن انت سمكه ودير الوركمان، سمكه دايره الوركمان هكا، المهم انت راك تتعلم طف 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 طف، اسيدي ضرب غير عام، وخاصك تكون تتبغي هذيك الخدمه اللي تدير. ضرب غير عام راه تمشي عند ميكانيسيان واحد اخر، ولا تريسيان، ولا كباص، ولا مول الرخام، ولا بناي، ولا اي واحد في سوميتي، تقول لي راه عندي اكسبيريونس ديال عام، واش نعرف ندير، واش نعرف ندير، واش نعرف ندير، واش نعرف ندير، راه بعدا امو هذيك 300 درهم في السيمانه راك فتيها، ديباسيتيها، غتولي تتخلص بواحد الصالير في الشهر بلوس التدويره ديال الناس اللي تيعطيوك. غادي تبقى عاوتاني عندك السيد بفلوس وتتعلم عاوتاني عنده داكشي، حتى لواحد النهار دابا الا كانت عندك واحد 20 عام، وتخيل 25 عام، 5 سنين ديال الاكسبيريونس في واحد الدومين اللي تتبغيه، راك عارف راسك شنو غادي دير. ما عمركم ما تحققوا المسائل، حيت راه تقدر تكون دابا في 20 عام وما دير حتى زفته، وفي 25 عام تتبقى بحال هذاك ديال 20 عام. واش فهمتي؟ انا تنهضر مع الناس اللي ما قريتش، راه لي سوميتي راه فيهم بزاف ديال الفلوس، فيهم بزاف. انا ما غاديش نقول لكم ديروا شي خدامي وهذه وهذه، مي شوفوا الخدمه اللي تبغيوها، وفي الاخر راه هي لا ميم اللي غادي تربحوا بها الزباله ديال الفلوس من بعد، حيت غادي ديفلوبي الخدمه ديالك. راه السوميتي الواحد ما خاصوش حاجه، راه ماشي ضروري خصنا نكونوا اطباء ولا مهندسين ولا محاميين ولا مدير شركه ولا داكشي باش تربح فلوس. ديروا هادي ديما في راسكم، راه 200 درهم اللي تيشدها هو في راس الشهر، هذاك الكادر اللي تيقول انا راني واعر، راه هي 200 درهم اللي تتمشي لعند هذاك التريسيان ولا الميكانيسيان ولا لي بيتي كور دو ميتي، شتي راه الشباكيه وتبيعها راه تتحيح بها، راه اي حاجه تكون باغي تنجح فيها راه غادي تمشي. لا باتيسري باغ اكزومبل، لا باتيسري راه لي باتيسير راه تيسوق زباله ديال الفلوس في لي زوتيل، ولي شاف دو كويزين راه تيتسماو تيربحو زباله الفلوس. ما عمرك ما تقول لفراسك راه خاصني نكون شي حاجه باش خاصني نكون واعر، راه حتى الناس الصغار راه تيصوروا زباله ديال الفلوس بلي ما تيصغر. راه الوالد ديالي الله يرحمه كان تيقول لي شوف فؤاد، الا كان عقلك صغير يعني ما عمرها ما تكون عندك لا غروس تيت ديك راه انا واعر، راه نعرف ديما راسك صغير، حيت مادام عايشين في الحياه ديما تنتعلم ياك، وخصك تكون سيرفيابل راسك صغير، وخاصك تكون سيرفيابل. سيرفيابل يعني الناس كلهم خاصك تكون معاهم، يا سيدي واخا ما كاين حتى مشكل، ويحسوا بك بلي راك باغي تخدم، وهذه وهذه وهذه، راه الناس تيعولوا بزاف على دوك الناس، وتكون كونفيونس، ثقه، لا كونفيونس، وهذه هي اهم حاجه. واش فراسكم بلي كاينين بزاف ديال الناس مخدمين بزاف ديال الناس بلي بوست غير على ود لا كونفيونس، على ود الثقه، حيت يقول هذا السيد هذا ما غاديش يصرفني وما غاديش يشطرني وما غاديش يقول كلشي، واخا نحطو هنايا كامبو ما تيعرفش بزاف الحوايج، ولكن ما نقدرش نسافر ونخلي مع حلي، ولكن مع هذا السيد الثقه. راه اهم حاجه هي الثقه، اما الواحد اللي عند باله مطور وتيقول راني قافز وغادي هذاك وغادي نقول وداكشي، شحال غادي تقول من واحد؟ واحد، جوج، ثلاثه، راه هذوك ثلاثه الا قالوها الثلاثه ديال الناس راه غادي يوليو 9، ودوك 9 الا قالوا 10 ديال الناس غيوليو 90، وهذوك 90
والله ما تقدر تخرج من الزنقه بالله. تبغي غير واحد النهار دير عقلك وتبغي تخدم، ما غادي يجيبك، ما غادي يجيب حتى شي واحد. يعني ضروري في الخدمه هي الثقه، الثقه ديال الناس فيك والثقه ديال راسك فيك انت. جيسبر كو الميساج يكون وصل، يا ربي ويسهل على الناس كاملين. انا ما كرهتش الناس يكونوا كلهم بخير وعلى خير وداكشي، وتهضر مع واحد الفئه ديال الناس يا ربي، واللي محامي راه الله يكمل عليه بخير، واللي مهندس الله يكمل عليه بخير، واللي شيروجيان ديال القلب الله يكمل عليه بخير، واللي شيروجيان استيتيك حتى هو يلاه يكمل عليه بخير. غير انا تنقول ما عمركم ما تقولوا بالله انا الا خدمت خدمه طايحه راه الناس كلهم غادي يشوفوا فيا شوفه خايبه، حيت الا خدمتي شي خدمه واخا تكون طايحه وكنتي تتبلع فيها راه الناس كاملين غيحتاجوك، كلهم غادي يحتاجوك. حيت راه حنا ما يمكنش كل واحد يقدر يدير اي حاجه في الدنيا هذه، راه كل واحد مديور على حساب بلاصتو. الا حسيتي براسك، واش فراسك بلا نزار يقدر يصور واحد 50 مليون في الشهر؟ واش فراسك بلا ميكانيسيان يقدر يصور واحد 40 مليون 60 مليون في الشهر ويخدم عنده الناس والطوموبيلات وداكشي؟ راه نهار يكون عندنا حنا هذا الوعي ديال بلا راه اي خدمه راها حلال ومزيانه، راه هذيك هي الدنيا وما فيها. وجيسبيغ يا ربي كل ميساج وصل. السلام عليكم ورحمه الله، وتهلاو ليا في راسكم بشامبوان. يلا تبارك الله عليكم.